مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقياكم، سعيدة بالتواصل معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا. نتمنى دائما أنكم تكونوا كتقضيوا معنا أوقات ممتعة، بداية أسبوع موفقة كنتمناها للجميع، ونتمنى تكونوا في أحسن أحوالكم. الشهية طيبة لكل من وعلى مادة الغداء، طريق السلامة لكل من وعلى الطريق، يومكم سعيد مستمعينا ومستمعاتنا. نتمنى انكم تكونوا مرتاحين معنا، وكنعاود ناكد كثير من المستمعات تواصلوا معي في الويكاند كتبوا لي زيديني في الواتساب، ان شاء الله راه غنكونوا كاملين باذن الله. انا دائما كنحاول نجمع الارقام الهاتفيه ان شاء الله باذن الله، في انتظار انه يتحضر لنا الرقم ديال الواتساب، وقريبا بطبيعه الحال وغادي نتواصلوا مع بعضياتنا بطريقه زوينه وسهله وسلسه، ونكونوا مع بعضياتنا الاسبوع كامل. اهلا وسهلا ومرحبا بجميع السيدات والساده واللي غنخصوها خصيصا لي بطبيعة الحال الحيل المنزلية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا. لقاءنا متواصل معكم اليوم بالحيل المنزلية، ترحب بجميع المستمعات الكريمات فين ما كنتوا المستمعين الكرام، ومرحبا بجميع اقتراحاتكم، وتكون فرصة باش نعطيكم مجموعة من الاقتراحات. فأهلا وسهلا ومرحبا، مشاركات الحديات مرحبا بكم حتى الوحدة والحيل المنزلية. سعيدة جدا بتواصل معكم مستمعاتنا، وسعيدة برسائلكم، وأنا كنعاود نقول لكم باللي دابا راه كنحاولوا نجمعوا أكبر عدد ممكن من أرقامكم الهاتفية، باش هكا من نديروا الواتساب نديروا دقة وحدة، ما نبقاوش كل مرة خصنا ندخلوا شي حد، حتى لأنه كاين واحد حسب ما شرحوا لي أصدقائنا التقنيين، باللي كاين واحد العدد معين اللي كيمكن أو هاد يعني اللي كيستوعبوا الجروب ديال الواتساب، باش هكذا نقدروا اننا نصوبوا بطريقه مزيانه، واللي نتواصلوا فيه بطريقه مزيانه، واللي اننا نقدروا نديروا حتى جوج ولا ثلاثه ديال لي جروب. المهم هو انه نوصلوا لكم المعلومه اللي تبغيوها، ونوصلوا لكم المعلومه اللي نتوما راغبين فيها. فمازال حنا ما درناش، حنا مازالين كنجمعوا ارقامكم الهاتفيه، مازالين خدامين عليه. بعض المستمعات كيقولوا لي ما دخلتيناش، نسيتينا، لا تنساكم الموت. حنا مع بعضياتنا الحمد لله والشكر لله، ومع بعضياتنا ان شاء الله دائما. وانا سعيده جدا بهذه المحبه ديالكم، ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم وتطلعاتكم، ولكن حنا فقط خدينا هاد جوج الاسابيع باش نقول لكم على الفكره، باش نحمسكم ليها، باش ان شاء الله نبداو بدايه وحده. وكيف ما تعودنا معكم دائما المستمعين الكرام، فاحنا كنحاولوا اننا نتواصلوا مع بعضنا بطريقه اسريه عائليه، ماشي تنجو نقول لكم درنا ولا فعلنا، حنا كنتواصلوا مع بعضياتنا، كنتشاوروا مع بعضياتنا، كنطلبوا المشوره مع بعضياتنا، وتنقبلوا بارائكم وبانتقاداتكم، لانها كتجينا من خوتنا وخواتاتنا، وهذا هو الاحساس اللي كنحسوه معكم مستمعينا. فتا واحد فينا ممكن يتقلق من خوه ولا اخته، يقدر يوخد عليه شي شويه، ولكن ما عمره ما يتقلق منه، ما عمره ما ياخذ في خاطره منه، وهذا هو الهدف. وربي شهد علينا، هذا انا بعدا شخصيا هو احساسي معكم، نتمنى أن يكون دائما موفقة في أنني نوصلوا لكم. حنا كنرحبوا بكم مستمعينا وبأراكم اقتراحاتكم. غادي نمشيو ناخذوا معنا لالا حنان من جديده. مرحبا بلالا حنان. الو، صباح النور. صباح الورد لالا، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك ليا، الله يطول عمرك. لالا اختك بارك الله فيك، الله يطول عمرك. حنان مرحبا. انا راه كنت شاركت معك نهار الخميس، ولي انا محظوظه انه عرفتي تكبر لي الخاطر. مرحبا مرحبا، تفضلي. شنو تقترحي لنا حنان؟ عندي لك واحد صابونه ديجا كنت دوزته، حيت انا ولكن انا استعملته، فهمتي؟ دابا ديجا، ولكن بغيت ناكد ليهم مثلا المستمعات اللي ما سمعوش، اولا اللي سمعوه ما خافوا يجربوا ولا شي حاجه، انا دابا كناكد ليهم انا سمعت سمعتكم وغنعاودوا. مرحبا. وحنا دابا المهم هو انه انتم دونوا من كل وحده تدون من الاخرى، ونعاودوا نفكروا ونعاودوا المعلومه من بعد غدا، ونعاودوها اليوم، واليوم غتسمع المستمعه وغدا غتجربها الاخرى، هذا هو الهدف. مرحبا. صافي، ربي يخليك. المهم هاد الصابون هذا كيدار سوا في الاوتوماتيك، لا ماشين اوتوماتيك ولا الاخرى عاديه. اييه. كنشبروا صابونه ديال الحجره محكوكه، كنحكوها وثلاثه الكيسان ديال المسحوق ديال التبين اللي كتبغي، اللي كيعجبك انت، اللي كتعجبك الريحه ديالو، المهم اللي كيعجبك. اييه. وكناخذوا كاس ديال الحامض ديال العنبه، اللي سمحنا نقولها ديال العنبه. وكنحتفظوا حتى بالقشره ديالو. اي كاس ديال عصير الحامض والقشره. والقشره ديالو، وسته ليترو ديال الماء سخون. اييه. ولكن هاد سته ليترو انا غنقول لك كيفاش غنعمل لهم، ما غاديش نديرهم دقه كامله دقه وحده. كنشبروا اناء، نشبروا اناء بانيو كبير بحال هكذا، ونشكو فيه ديك الصابونه. ديك الصابونه غادي نشكوها، وغادي نزيدوا عليه غير جوج ليترو ديال الماء سخون. وغادي ومع ديك القشره ديال الحامض.
ونخلطو بمعلقه ديال الخشب. ما كنزربش اختي سناء. لا انا معاك تفضلي. وكنخليه واحد دوز واحد ساعتين كنخليه بحال هكا ساكت كنحركو كنخليه واحد ساعتين تكي بحال كطلق لينا. من بعد غادي ناخذ ثاني جوج طود الماء سخون ايوا غادي نزيدو عليه مع ديك القشره ديال الحامض وغادي نزيدو على داك الصابون اييه وغادي في هاد المرحله هادي اللي غادي نزيدو فيها دوك ثلاثه الكيسان ديال السيد اللي كتبغي نتينا ديال المسحوق ديال اييه المسحوق اللي كتبغي نتينا اييه في المرحله الثالثه ونخليوه عاوتاني ساعتين اخرى نغطيه ونخليوه ثاني ساعتين اخرى في المرحله الاخرى كنزيدو جوج لتر الماء اللي بقات ومع داك داك العصير ديال الحامض اللي بقى لينا حيت في الاولي كنزيدو غير قشور الحامض الاخر في المرحله الاخرى كنزيدو داك العصير ديال الحامض اللي بقى هذاك العصير الحامض ديال شنو الفائده ديالو انه كيحيد ديك السوريه اللي كتكون في الملابس يعطيك الصحه وكنخلطو ديما بمعلقه ديال الخشب تبارك الله عليك الله يبارك فيك الله يكرمك ايوا صافي وكنديرو في داك اللي في القراعي اولا شي حاجه ولكن راه زوين 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 الله يكرمك تبارك الله عليك لا حاجه وسميتو نجيب ولا مازال اي تفضلي دوك ديال المبرا دوك اللي عنده مثلا جلابه ديال المبرا اولا كتقول لك لا راه ملي كتصبنها بحال كتجمع الخمله برافو ليك كتشبر غير ديك الحجره تاعي هي راه كنت دايزه قلتها ولكن شحال هادي انا نفكر دابا ما عليكش الله يعطيك الصحه مرحبا سميتو كنشبرو ديك الحجره ديال الرجلين اييه ديال هذيك ولكن عاد كنشبرو بشويه كنشبرو بحال هكا اولا كنشدو ديك غازواغ ماكينه ديال الحسانه كنشدوها ولكن تكون جديده كتوزي كتمشطي بحال هكا اييه ماشي بزاف تمشطي تردي البال حيت تقدر تقطعي التوبر غير من الفوق غير شويه اييه حيت هي كتكون جديده يعني خاصك تحيدي انت باغا تحيدي الخمله ماشي باغا تخاف اييه غير بشويه وعاوتاني حيله اخرى اللي خافت من هاد الغاز راه دير السكوتش السكوتش حتى هي فعاله السكوتش بحال هكا كتلصق وتهز تلصق وتهز نزيد فكره اخرى تفضلي فكره اخرى ونمشيو للمكالمه ديال المستمعات تفضلي الحوايج اللي كيمشيو لي حنا في اطار الطبيب الحوايج اللي مثلا ملي كنخشيهم في ديك لا ماشي ملي كنخرجوهم بحال هكا كيكونوا مكمشين ملولبين مخشين في بعضياتهم خصوصا مثلا كنتي دايرين ماشي مثلا شي ماما ايوا كنشدو غير هذه فكره مزيونه كتشدي بابي المنيوم وديك بابي المنيوم كتكمشيه بحال كتبغي ديري كوره اييه ايوا صافي كتمشي بحال هكا وكتلوحيها مع الصابون اييه سبحان الله ما عرفتش شنو كيدير تما انا شفتها من عند واحد السيده ولكن طريقه فعاله ما كيخرجوش ما كتلصقش شويه مع بعضياتها ما تبقاي تجري بحال يدها ولا شي حاجه ما كيخرجوش مكمشين كل حاجه كتبقى في بلاصتها كتبقى تريكو ماشي كتبقى تريكو مع تريكو يعني ما كتلقاش اليد الاخرى مخفيه اييه تبارك الله عليك الله يحفظك حنان مشكوره جزيل شكرا على المشاركه ديالك اللي لخطيك ربي يخليك وصباحك مبروك مرحبا الله يطول عمرك وانا راه بحال كنعرفكم دابا انا تلاقيت مرحبا بك غادي نقول لك انا اللي كنهضر معاك مرحبا بك حنان مرحبا يلاه شكرا جزيلا لك لالا اختك وانت كذلك الله يحفظك لالا حنان نمشيو عند لالا لطيفه من دار البيضاء مرحبا بك لالا لطيفه الو اهلا وسهلا اهلا ومرحبا الله يحفظك تفضلي صباح الورد والياسمين وجمع العطور زكية الله الله يكرمك شكرا لك صباح العود والمسك انت تستاهلي ماشي غير العطور الزكية تستاهلي واحد القبلة حارة حاركم كنتي حدانا الله يكرمك لالا اختك الله لطيفة بارك يكفيني هذا القلب الزوين اللي كيفكر فيا بحال هكذا لالا اختك لا والله العظيم انا في اجازة مرضية ولكن زعما شنو نقول لك الله يشافيك ويعافيك انا اللي كنت واحد المره بكيت لك في لونتين مرحبا لالا لطيفه المهم نقول لك زعما شي حوايج اللي استفدتهم منكم ايجابيين بالنسبه للمنزل ما كانش عندي فرصه بحكم عمل باش نسمع وباش زعما نستفد منكم مرحبا. ولكن زعما شنو نقول لك الله يجازيكم على خير امين يا رب الله يشافيك ويعافيك لالا لطيفه وتكوني على خير الله يحفظك من جهودك لالا لطيفه تفضلي دابا ديري لي شكرا جزيلا بغيت بعدا كاينه تزيديني مع الواتساب اييه مرحبا واخا نرجع للصندوق خلي الرقم عند سميحه هذيك سميحه الله يكثر خيرها هيايا الله يحفظك شكرا وعندي واحد 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 الحيله منزليه شفتها في الانترنت اييه الوغ الخشب الكوزينه الخشب
ما تيكون دوك الزلمه تيتوسخوا ليك بني دي الدين داكشي كيتلمعوا. اييه الوغ انا شفت الانترنيت داين هما هي خماره الحلوه. هاديك الصفه اللي كدير هي خماره الحلوه ومعها زيت اي زيت زيت زيت, زيت العادي ديال الطياب انايا. اييه ودير هما البغوصاده باش تحكي بها. جيت انايا درت البغوصاده ما بردتليش القلب. وانا قبضت غير ان سو اليمون. ان سو اليمون قبضت لي ديك جيك ديك ديال انديغام. اييه وحرك داكشي وحكيت عرفتي اش نقول لك. وما هو اش نقول لك ولا نقي ولا مبيرني ولا ما عرفتش كيفاش ولا كيشعل ما بين هذوك البيبان الاخرين كلهم. اذا دابا بنت العود الخميره ديال الحلوه مع الزيت نباتي. اييه ولكن شوفي هذاك البيب واحد درت لي خمره الحلوه وحده يعني مود كويزين بحال عندك ست لي وقت خصات الخمارات. هو الحمد لله اللي الخميره ما غالياش. هي 100 دريال 5 دراهم والزيت وكل مره الواحد يكون جالس هكا يدوز معاه بيض ولا من جهتها فهمتي ما كذبش عليك زعما واحد النتيجه رائعه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه. زعما بحال كيولي مفيرني. اييه كيتنقى كيتنقى ويرجع له الروح. كيتنقى وكيتولي مفيرني عرفتي راه كنت دابا كنشوف فيه وجات هذيك السيده كدير الميناج قالت لي العجب اش درتي ليه. مرحبا شكرا لك على هذه الفكره. الله يعطيك الصحه. اييه واحد المشكل واحد ناب بيض. اييه شفتوا واحد 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 الماركه معروفه هنا في المغرب عندنا عالميه. هو بيض غيكون قطن غادي يكون قطن في واحد الدونتيل من تحت. ايوا ايوا وكدير فوق من واحد هذاك جوتيل تكون طويل ياك جوتيل. شومان دو تابل. شومان دو تابل الوغ لا وفوق منهم دير واحد واحد ناب عادي بتوب عادي فوق بيض ما تيبانش معيق فهمت ما كيجي عندك دير تنزول هذاك دغيا. واخا الوغ جات عندي واحد السيده جاو عندي شي ناس قدمت لهم حريره ما كانوش زعما بعت لك لاناب الغاليه بالحريره. اول حاجه قالت بعد ما زعما اعوذ بالله من الشطراجي بعد ما تدخلوا ما تيقولش حتى بسم الله ولا اعوذ بالله من الشطراجي. سيده ما غاديش نقول لك انا تاجره ولا غنيه ولا شي حاجه المهم انا زعما بسيطه. وهي تحل لسان الحاجه اللي شافها يباركها. الله يبارك الله يبارك الله يبارك ويسلمها ان شاء الله. ماشي غالي انا خديته. قالت لي هذا الناب ماشي مشكل حيت هو توب زوين واش ماشي مشكل زعما قلت لا هذا ما غاليش ماشي مشكل. هي اللي تحسب من اللي غالي. بالعاني انا كنديرو باش كندوزو في لاماشين. واش نقول لك؟ هي كتشرب الحريره طيحت على الناط الفوقاني والتحتاني والوسطاني وعلى زيفها وعلى شنو نقول لك؟ معليش 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 لا 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 انت كرمتيها وربي كرمك. انت كرمتيها وربي كرمك. انا هذاك جوتي ما تقاش الفوقاني درت ليه جافيل حيت توب عادي فيه يمكن البوليسيغ تحيد منه ما كاين مشكل. التحتاني كان مشكل. التحتاني غالي عرفتي كان كيدير شي جو سي با شي 1800 درهم ولا شي حاجه بحال هكا مطروز مثلا زعتر عار. المهم خديتهم بروموسيون واحد لا ميزون سميتو خديتو قل من داك الثمن بجوجهم خديتهم قل من داك الثمن. المهم انا بسرعه قالت لي ما نياس قرطيه مشيت انا ديغ قلت لهم الحمام قرطو بصابونه بيضاء دغيا دغيا هكا سميتو مابقاش وانا نمشي وانا قلت لها ندير لي قلت لي غدير جافيل غير صفار درت لي جافيل وصفار وصفار ماشي كله في دوك الطبايح هذيك يعني البصه ديال الطبايع صفارت. واخا لالا مرحبا. لالا لطيفه حنا دابا غنتوقفوا فاصل. مرحبا نتمنى ان المستمعات الكريمات اللي كيسمعونا دابا ان شاء الله يقترحوا علينا شي اقتراح هذا هكا حيت بصراحه انا ما عنديش شي استوس 100% اللي تحيد السفوريه ديال جافيل من ناب بحال الشكل اللي قلتي لنا لالا لطيفه. نتمنى ان المستمعات يعطيونا شي اقتراح. مرحبا بكم تواصلوا معنا بالافكار ديالكم باش تقدروا تكونوا معنا ان شاء الله في الجروب واتساب اللي غادي يكون اللي اساسي باش نتبادلوا فيه الافكار يعني. يعني كل المستمعات الكريمات اللي عندها شي فكره غتقاسمها مع المستمعات الاخريات واكيد انه غادي ندرجوها في المباشر بطبيعه الحال. فاهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعات الكريمات. كنتمنى ان شي مستمعات تواصل معنا وتعطينا يعني حل بالنسبه للا لطيفه المشكل ديال ناب ديالها. كيف ما كنعرفوا جميعا فلي ناب عندهم طريقه معينه باش كيتنظفوا. بطبيعه الحال الطريقه باش يمكن ان ضفوا لي ناب خاصه ماشي كلون ابيض غالبا السيدات كيدخلوا جافيل الا ما كان جافيل كيدخلوا بيكربونات ديال الصوديوم. فهاد الحاله هذه المستمعه الكريمه دخلت جافيل ولكن خلق لها مشكل اولا ما صلحش يعني ما صلحش
فنتمنى ان المستمعات الكريمات اللي كيتواصلوا معنا بطبيعه الحال يعطيونا طريقه وحل لهذا الباب هذا. غادي ناخذ معنا لالا خديجه من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا خديجه. اهلا وسهلا. اهلا لالا. اهلا مرحبا. مرحبا بلالا خديجه، اش اخبارك؟ ربي يخليك. الله يطول عمرك لالا، بارك الله فيك. مرحبا، تفضلي. واخا انا اختي بغيت نقدم واحد الوصفه بزاف. انا من يد راديو ولكن دابا هاد الوصفه. مرحبا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الحريره، وما عندهمش الحمص الساجد، واخر لحظه كياخذوا الحمص ديالهم كيديروا في بلاستيكه وكيخويو عليه الماء طايب، يعني ربع ساعه كيكون واجد. نديرو في بلاستيك غذائي ونكبو عليه الماء الطايب ونخليه ربع ساعه. بلاستيك انا كنحجمو ديك البلاستيك مزيان ومن بعد ربع ساعه كيكون واجد. ايه الله يعطيك الصحه، فكره زوينه. والله يلا انا كنديرها دائما حتى اخر لحظه كنفكر ندير الحريره. واه خلاص هاد البرد راه غير ديال الحريره والبصاره ندورو على شويه ديال البصاره ديال الفول، شويه ديال الجلبانه، حريره، صويبه، هي اللي كتحسي هو هادشي اللي كيكمد بنادم في هاد الوقيته هادي. والله لا عادي بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يخرجوا، حنا مازال داويين على البرد، ما يقدروش يخرجوا يجيبوا الحمص يعني مرطاب من هذا كنقدروا نطيبوا غير في البيت وكنقضيوا الغراض باللي كان. اييه الله يعطيك الصحة. واخا تفضلي. واحد شي فكرة أخرى؟ اييه تفضلي. بالنسبة للماعن اللي كنقدروا نحكوا بهذا بالجيكر، كيعرفوا يحكوا، كنجيبوا معاهم الخميرة والسينيال مع الصابون. هو معجون الأسنان. اييه صافي كنحكو غير شويه، ما كنحتاجوش كاع نضربو التمر وكيكون نتيجه زوينه بزاف. اييه الله يعطيك الصحه، ما عندي ما يتسالك. تبارك الله عليك لالا، ومرحبا بالاقتراحات ديالك لالا خديجه. تبارك الله عليك، الله يبارك ليك. مرحبا بك، وسمح لي بزاف، هذه اول مشاركه. مرحبا مرحبا، شرفتينا نورتينا في دارك. اهلا وسهلا، مرحبا لالا خديجه، مرحبا بك، الله يحفظك، الله يطول لي عمرك، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا، الله يحفظك لالا، وتحياتنا للجميع من كيعرف لالا خديجه. شكرا لك. غادي نمشيو عند لالا الهام من وزازات. صباح الخير الهام. صباح النور اختي سكينه، اش اخبارك؟ كي دايره؟ لاباس لاباس عليك الحمد لله، الله يطول لي عمرك. صباحتي كي دايره؟ لاباس الحمد لله، الله يطول لي عمرك. كيبادي السيمانه وانت كذلك يا رب، وانت كذلك. كاين شي برد؟ ايوا شويه، راه قالوا لي هذا العام عمر ما كانت ذاك البرد والثلج تبارك الله في ورزازات حتى لهذا العام. هذه من سنوات. سبحان الله. اي والله يكرمنا. ما عمر طاح فيه الثلج، ما عمر طاح فيها الثلج زعما ويش ثلاث درجه. هذا العام هذا العام شد فيها بزاف. ايوا تبارك الله، الله يعطيها على قد النفع يا رب. الله يقدركم، الله يقدركم. مرحبا لالا الهام. الله يقدر الجميع. انا اختي حنا راه غير 12 دوغري الصباح كتخرج كترعد كتقف. والله العظيم الله يعاونكم ويوقف معاكم. امين امين. لا اله الا الله، الله يحفظك. مرحبا فيك. وتخرجوا راه صعيبه. لا اله الا الله، الله يقدرنا يا رب. مرحبا بلالا، تفضلي. بسم الله على بركه الله. بغيت نجاوب هذه السيده هذه اللي كتقطع على لاناب صفرا ليها بالحريره وبغات شي حاجه اللي غادي ودارت له جافيل وزاد صفر ليها طبعا. جافيل الا كانوا واحد الرقيع خايبين في البيض، الا زاد الانسان دار جافيل كيزيد كيخسر كاع داك الثوب كيولي حالته. المهم دير ان شاء الله هاد الطريقه، ونتمنى زعما تخرج لها زعما تخرج لها نب زوينه كيف ما كانت. مرحبا. مرحبا. لانه دارت لها جافيل ما نعرف. ان شاء الله بسم الله غادي تدير لها ان شاء الله العصير ديال الحامض، غادي يكون بواحد الكميه كبيره شويه، لانه لا نابي الا كانت كبيره راه خاصها تحاول ديرها في واحد البانيو تبقى تعصر عليها الحامض، حتى ربعه الحامضات ولا يكونوا مليين مزيان وتعصرهم مزيان وتخلي داك الحامض يبات في ديك لاناب. الصباح منين تحيدها من الحامض تخليها بداك الحامض ديالها، وتشد واحد الصابونه ديال الحجره وتبقى تفرك فيها مزيان هكا حتى يلصق فيها داك صابون الحجره في ديك لاناب، وتعرضها لاشعه الشمس. اييه. وتخليها حتى هي واحد شي سوايع بحال هكا، وتحيدها من السلك من 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 الشمس، وتمشي تشللها. وان شاء الله يبقى تفركها هكا بيديها وهي كتشلل، حتى ان شاء الله ما يبقاوش جوك الرقيع، غادي تخرج لها الصفوريه في داك الماء اللي غادي تشلل به لاناب. اييه الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك الهام. غادي تنزل لك الصفوريه ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. بالنسبه للقشور ديال الثومه.
الا السيده قشره الثومه ما ترميش دوك القشور ديال الثومه. اييه يا اما غادي تشدهم غادي يكونوا ضروري غادي يكونوا بواحد الكميه كبيره غادي تشدوا القشور ديال الثومه وتهدهم شي شويه في الفران فواحد اللاطه ديال الفران وتطحنهم. ها هي كتوقع عندنا ديك الثومه كتكون بحال الثومه غبره كنخدموها في الطياب ديالنا. اييه ولا كتشد هذيك هذيك القشور ديال الثومه كتجمعهم بواحد الكميه كبيره وكديرهم فواحد القرعه ديال الزيت البلديه وتخليهم راقدين في ديك الزيت البلديه كتولي ديك الزيت البلديه كلها من تسمى بريحه الثومه كان هكا شي مقبله ديال الدنجال ولا شي حاجه هكا ديال شي فلور ولا شي حاجه مشرمله ولا حوت ولا كتزيد ديك القطيره ديال الزيت البلديه لديك الشيء وكتبدا تنسم بديك المهم ما كيضيعوش ما كتضيعوش القشور ديال الثومه كنبقاو مستغلينهم ما كيضيعوناش وكيعطي واحد الريحه مجهده الاكثريه الا كانت الثومه حمراء كتكون واحد الريحه مجهده. عندنا بالنسبه للفايونس ديال الكوزينه الا كان فيه داك كيطلع داك الفور وكيبقى لاصق لينا داك الوسخ في الفايونس. اييه تشد السيده تشد واحد البانيو ديال الماء يكون طايب ودير فيه شويه ديال المسحوق ديال الماكينه. المسحوق ديال الماكينه دير فيه واحد دير واحد شويه منه في داك الماء طايب وواحد شويه ديال الخل الابيض. بقى تغطس واحد الزويف بقى تغطسو بقى دوز على داك الفايونس ديالها كله بقى دوز هكايا كيخرج كيلمع كيخرج غزال ما تحتاجش كاع تشكو ولا حتى شي حاجه غير تبقى دوز هكايا وتعاود منين تسالي ديك العمليه كامله الفايونس كامل غتشد واحد الزويف غير في الزقره بالماء ودوز وتبقى تمسح كلشي تمسحو تمسحو هكايا كيولي هكا كيدير كيشعل. هادشي اللي كاين اختي سكر الله يعطيك الصحه مهدي ما يتسالك الا الى انت نتمنى ونعطيو لهاد لهاد السوايع ديال الاثنين والخميس هاد الساعه ديال الحيل نعطيو ان شاء الله واحد الحيويه ان شاء الله انا غادي ندير مجهودي ان شاء الله مرحبا نبحث اكثر الله يحفظك حنا اللي غادي ننجحوا هاد لا لا يخطيك لا اله كنتلاقاو معاها كنتلاقاو معك فيها والله شكرا بزاف لا اله يخطيك غادي يكون غير الخير ان شاء الله يا ربي امين وهذا النهار وشكرا لك لا اله على هذا القلب الزوين ديالك وبقدر ما انت باغي تعطينا الله مسع عليه يعطيك شكرا جزيلا ليك لانه سعاده الانسان اللي كتكون عنده هذه النعمه ديال العطاء لان ملي كتكون واحد النعمه ديال انني نعطي كنعطي من اي حاجه ونقلب ونبحث وندير مجهود فتبارك الله عليك لا اله ودائما حيالك رائعه وزوينه بزاف وبكم بطبيعه الحال البرنامج الى تطور بكم الى نجح بكم ولا زدنا القدام بكم وماشي غير في الساعه ديال الاثنين والخميس راه في الساعات كلها نتوما راه على ودكم وبكم ومن اجلكم فالله يخطيكم علينا وتبارك الله عليك حبيبتي هلا لا الهام وتحياتنا لكل المستمعات الكريمات كلكم حبيبات على قلبنا شكرا جزيلا لكم مرحبا بلا لا الهام ان شاء الله نتلاقاو الخميس باذن الله الا قدر الله وكنتي معنا مرحبا ناخذوا معنا لا نعيمه من اكادير مرحبا بلا لا نعيمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليك. الله يطول عمرك لاله بارك الله فيك. بغينا نعطيك النصيحه على هذه السيده ديال لالا بوليس يعني ما غاديش نمشي بعيد على هذا الشيء اللي قالت لي السيده. مرحبا. انا صابونه يعني الصابونه ديال العاديه ديال الصابون. اييه. وكنزيدو كتتفزقها وكتحك مزيان على ديك البلاصه اللي عندها فيها الصفريه. كدير عليها ديك كربونات الصود مزيان. اييه. كتخليها يعني واخا نص ساعه ماشي مشكل. ملي كترجع راه كدير واحد السركه غير صغيره راه يعني كيبان النتيجه. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هو زعما هادشي اللي عندي. ما عندي ما يتسالك. الحمص اللي قالت السيده قبيله غير الترموس كدير فيه الماء الطايب والترموس كتسدي عليه بحال تسدي فيه على القهوه. اربع ساعه ما تجي تقطعي انت القصبار وتوجدي المسائل كتلقاي الحمص ديالك موجود. اييه هذه فكره زوينه ديال الترموس كنسبق وسمع سعيد. عاود ثاني الا بغيتي ما تكونش فيها الريحه ديال القهوه وريحه ديال الحليب. ملي كتغسلو مزيان كيتنشفو مزيان كديري فيهم اما الباديان اما العواد ديال القرفه. اييه كديرهم من تغسلي وتمسحي وتنشفي ديرهم فيه وتسدي. اييه وكتسدي عليهم ملي كتجي تخدميهم كيكون فيهم واحد الريحه زوينه بحال اللي عقنتيهم. اييه وكينسمو ليك حتى يعني غير تشلي وديري فيه الحليب ولا القهوه كيبقى متسمين بديك الريحه الزوينه ديال الباديان ولا الدين. أيوه. تبارك الله عليك لا نعيمه الخير كله. الله يحفظك الله يكرمك لاله وتحياتنا لك وتحياتنا الناس اكادير صباحيه في الواتساب الخاص ديالي اللي عطاونا الفكره المستمعه فيما يخص لاناب تحيه ليهم بزوجات كنقول لهم الله يخطيكم عليا شكرا جزيلا لكم. نفس الفكره تقريبا المستمعه الاولى قالت بلي يمكن لها دير واحد الخليط من يعني واحد دير على الطبعه الحامض وتحك عليه صابونه ديال الحجر وتخليه تنشف مزيان
والغدلي تعاود تشللو وتصبنها عاديه وغادي تحيد البقعان تقريبا نفس التوجه اللي مشات فيه لالا الهام من ورزازات. والمسميه الثانيه اقترحت على انه دير واحد المنقوع ديال الماء السخون، يعني الماء السخون مع 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 الحامض، ترقد فيه داك لاناب وتخليه تحس به بدا كيدفى، دير شويه ديال الصابون البلدي وتحاول تفرك هذيك لاناب، يعني الصابون البلدي ماشي تخلي على لاناب ديك اللي سميتو، غير بحال ترغويه مع داك الماء، تخلي الماء حتى يبرد وتنشر، يعني تنشر هذيك لاناب، ومن بعد تفركها بطريقه، يعني تخليها حتى بحال داك المحلول اللي كيشربها، من بعد تفركها بطريقه عاديه وان شاء الله تكون النتيجه مزيانه. تبارك الله عليكم مستمعاتنا الكريمات، الله يعطيكم الصحه معدي ما يتسالكم، والهلا يخطيكم عليا والهلا يخطيكم علينا بطبيعه الحال جميعا. شكرا جزيلا لكم، ما سخيتش بكم، هذا اللقاء تيكون ممتع بزاف معكم، وكنعاود نذكركم باللي لقائنا يوم الاثنين والخميس مع الحيه المنزليه، وبطبيعه الحال في امتداد نخلقوا مجموعتنا على الواتساب، يمكن انكم من خلالها تبعثوا لنا باقتراحاتكم وافكاركم طيله الاسبوع، نتفاعلوا مع بعضياتنا. فاهلا وسهلا ومرحبا بجميع لياتي الحدقات اللي مشكوره جزيل، شكرا على تواصلهم معنا ومرحبا بكم، واكيد اننا كنجمعوا ارقامكم سواء عبر الفيسبوك او عبر ستاندر. بطبيعه الحال مع سميحه مشكوره على هذا المجهود الاضافي اللي ضفت لنا لها هذه الامات هذه، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. كنشكر وفاء فائزه رفقتنا اليوم في الاخراج، وسميحه استقبال مكالماتكم، كنتمنى لكم بلي تصبح موفقه وشهيه طيبه تهلا ولفراسكم، دمتم في رعايه الله، نتلاقاو غدا ان شاء الله ولقاءنا الديكور، الى اللقاء.
الله عليك، الله يحفظك لاله، الله يحفظك، مرحبا.